أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في برنامجكم ماشية الصحافة، وجولة صحفية جديدة نرصد من خلالها ماشيتات كبريات الصحف المحلية والدولية. بعد الفاصل كالعادة مشاهدينا نبدأ معكم بصحافتنا المحلية. نرحب معكم مشاهدينا بضيفي الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور ظافر العجمي، حياك الله معنا في ماشية الثلاثاء. أهلا، صباح الخير. البداية مشاهدينا معكم من الجريدة التي تلفت أن سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه تلقى دعوة من أمير قطر للمشاركة في مؤتمر أممي للدول الأقل نموا، وقد تسلم الدعوة سمو ولي العهد حفظه الله من السفير القطري. أما في صحيفة الصباح مشاهدينا عنوان الماشيت، ولي العهد السعودي بدأ جولة خارجية تشمل سلطنة عمان والإمارات والبحرين وقطر والكويت، تحركات خليجية مهمة استباقا لقمة الرياض، بن سلمان يبحث مع زعماء مجلس التعاون تنسيق المواقف بين الدول الست تجاه القضايا الإقليمية والعربية والدولية. إذا نقف عند هذا الخبر، يعني دكتور ظافر، ما رهانات قمة الرياض القادمة إن شاء الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نتوقع إن شاء الله الكثير، فقد تجاوزنا مرحلة صعبة في العلاقات الخليجية، وأيضا هناك مؤشرين أننا خرجنا من مرحلة المحاور، حيث كانت هناك أكثر من محور إبان الأزمة، وأيضا محاور تتعامل مع جوارنا الإقليمي. الآن دخلنا في مرحلة المصالحات، ويؤكد ذلك الزيارات العديدة التي يقوم بها مسؤولين خليجيين لجوارنا الإقليمي، أو الزيارات البينية اللي مثلها جولة ولي العهد السعودي. فكما قلت، خرجنا من المحاور والاستقطابات إلى مرحلة المصالحات، يقودها عدة أمور. من ضمن هذه الأمور أن التحديات لا زالت كبيرة. الأمر الآخر هو توجه لتغطية الكلفة التي حصلت جراء أزمة كورونا، فيجب الالتفات للشأن الاقتصادي أكثر من أي شأن آخر. نعم. أما في على غلاف الكويتية هذا العنوان مشاهدينا، الأمم المتحدة: القطاع الصحي الكويتي يتمتع بمهارات وقدرات عالية. الكويتية تنقل عن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى دولة الكويت الدكتور طارق الشيخ قوله أن ورشة العمل القيادة من أجل التغيير الإيجابي تعنى بتأهيل وتطوير المهارات القيادية في القطاع الصحي بهدف التعامل والتعاطي مع جائحة كورونا. إذن كيف تقرأ هذه الإشادة الأممية بمهارات وقدرات القطاع الصحي الكويتي؟ يجب أن نشير أنها قيلت في ورشة عمل القيادة من أجل التغيير الإيجابي كما ذكرت، وأهميتها أنها عقدت بين أو من قبل خمس جهات مهمة: المكتب الإقليمي للمنظمة للشرق الأوسط أو منظمة الصحة العالمية، مكتب المنظمة في الكويت، جامعة جون هوبكنز، إدارة العلاقات الصحية، ومعهد الكويت للاختصاصات الطبية. هذا يعطيها ثقل. الإشادة اللي تمت من الأمم المتحدة ليست الأولى، هناك إشادات أكثر. كان آخر هذه الإشادات إشادة بالنظام الصحي في الكويت ودقة عمل مراكز التطعيم اللي هي أصبحت فخر الكويتيين. فتذكر هذه الإشادة الدقة الفائقة في التطبيق العالي للبروتوكولات غرف العناية الفائقة والإجراءات الاحترازية. أيضا سبق أكثر من إشادة في المجال الصحي، من ضمنها دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، ومن خلال الإدماج الرقمي أو من خلال توفير جميع وسائل الراحة لهم.
نعم. من عناوين صحيفة القبس: الصحة اعتمدت كشوف الصغار من 5 إلى 12 عاما المسجلين للتطعيم، أولى دفعات لقاحات الأطفال نهاية يناير، تشديد الإجراءات الوقائية في جهات الدولة بعد رصد تراخ في الالتزام. أما في صحيفة النهار تعنون الغلاف: وفق الشريعة وبرأس مال مقترح 70 مليونا، ودراسة المستشار العالمي تقدم مطلع يناير، شركة مساهمة لتمويل المتقاعدين، أنشطة استثمارية خالية من المخاطر، ومنح قروض حسنة لمشتركي التأمينات. أما في صحيفة الأنباء التي تعنون: توجه بإلزام الحاصلين على رخص قديمة باستخراج الذكية عقب مهلة تحول دون أي تزاحم، النواف يوجه بفلترة رخص السوق للوافدين وسحب غير المتطابقة مع شرطي الراتب والمهنة. مشاهدينا، مشهد الصحافة مستمر معكم بعد هذا الفاصل، نتجه وإياكم إلى الصحف العربية والعالمية. مستجدات الساحة المحلية، ورصد متواصل لأحداث العالم، تغطيات مستمرة على مدار الساعة، وبرامج متنوعة تشمل مجالات مختلفة، كل ذلك وأكثر في الموقع الإلكتروني الخاص بقطاع الأخبار والبرامج السياسية بحلته الجديدة. صحيفة الغد الأردنية نشرت على صدر صفحتها الرئيسية قول وزارة الخارجية الفلسطينية بأن إدارة الولايات المتحدة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي بديلا عن حله تمنح الاحتلال الوقت لاستكمال ضم الضفة الغربية. ونددت الخارجية الفلسطينية بمصادقة الحكومة الإسرائيلية مؤخرا على بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وطالبت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالتوقف عن سياسة إدارة الصراع واتخاذ ما يلزم من الخطوات العملية لحله وفقا لمرجعية السلام الدولية. إذن دكتور، صحيح هنا أن إدارة بايدن تعلن تأييدها لما يسمى بحل الدولتين، وقد تعلن أيضا عدم تأييدها للاستيطان، لكن هنا السؤال: هل لها يعني أي فعل على أرض الواقع؟ هو فعلا وصف دقيق، أنها تدير الصراع ولم تقم بأي إجراء يلزم كخطوات عملية للحل. أنا في تقديري أنها تحولت إلى إدارة الاعتراضات الفلسطينية الكلامية أكثر من تخفيف الاستيطان الصهيوني، حتى أننا بتنا نحفظ عن ظهر قلب ما يقوله متحدث الخارجية الأمريكية في كل حالة مشابهة عند الاحتجاج على هذا التوسع، وأنهم يكررون جملة دائما يقولونها: حث إسرائيل الفلسطينيين على الامتناع عن اتخاذ أي خطوات أحادية يمكن أن تقوض جهود قيام الدولتين. هذه الجملة يكررونها دائما وكأنها مثل رش الماء البارد على الفلسطينيين كلما اعترضوا على التوسع في بناء المستوطنات الصهيونية. نعم، إذن أمام السطو على الأرض الذي تضاعف دكتور ظافر خلال العقدين الأخيرين، إقامة المستوطنين اليهوديين أو الصهاينة بالتحديد، يبقى السؤال هنا: كيف يتحدث المجتمع الدولي عن دولة فلسطينية بينما يمنح الوقت للاحتلال للقضاء عليه تماما؟ العالم لا ينظر إلى الحقائق، العالم هناك للأسف ميل للصهاينة أصبح لا يطاق، يعني كنا نعتقد أن القضية الفلسطينية ارتقت إلى مستويات أكثر إيجابية مما كان من الانحياز التام للصهاينة، لكن الحقائق تقول عكس ذلك. يعني ما يوجع في قضية المستوطنات بالذات وجود 666 ألف مستوطن، تصور 145 مستوطنة كبيرة و140 مستوطنة أو بؤرة استيطانية عشوائية غير مرخصة حتى من الحكومة الإسرائيلية، موجودة في الضفة بما فيها القدس الشرقية، رغم أن القانون الدولي يعتبر الضفة الغربية والقدس الشرقية أرض محتلة ويعد جميع الأنشطة اللي يقومون فيها الصهاينة حاليا غير قانونية. الآن ما هو المطلوب؟ المطلوب هو إعادة العالم أو تذكير العالم بأن
خطوات الحل ليس في البيانات الأمريكية المكررة التي ذكرنا، بل العودة للحل وفقا للمرجعيات السلام، مبدأ الأرض مقابل السلام، أو على الأقل رؤية أو إحياء خيار حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية. نعم، ما في صحيفة النهار اللبنانية قالت إن الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين يجريان اتصالا عبر الفيديو اليوم الثلاثاء، يناقشان فيه القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها أوكرانيا، وعمدة روسيا على حشد قواتها على الحدود الأوكرانية في ربيع وخريف 2021 مثيرة للمخاوف بشأن هجوم محتمل، وفي الوقت نفسه تطالب موسكو بضمانات أمنية قاضية بوقف حلف شمال الأطلسي توسعه شرقا باتجاه روسيا، وانضمام أوكرانيا إلى الحلف هو أحد الخطوط الحمراء بالنسبة إلى موسكو. ما في صحيفة الرياض وصف الكرملين حال العلاقات الأمريكية الروسية بأنه مؤسف للغاية، وذلك عشية مكالمة عبر الفيديو بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن، يناقش فيها الاثنان التوترات المتعلقة بأوكرانيا. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن مكالمة الزعيمين اليوم الثلاثاء ستتركز على ما تعتبره روسيا توسعا زاحفا من جانب حلف شمال الأطلسي صوب حدودها وضمانات أمنية على المدى الطويل. قال بوتين إن موسكو تحتاجها من الغرب. إذن دكتور ظافر، على وقع هذه التهديدات المتبادلة، كيف ستكون المكالمة المنتظرة بين بايدن وبوتين؟ دعني أشير أولا أن عندما نسمع كلمة الحشد والاجتياح لا يمكن إلا أن يأتي على بالنا الاجتياح العراقي الغاشم لدولة الكويت في سنة 90، يعني هذا أمر لا يمكن تجاوزه صراحة، مما يجعلنا نشعر بأن القضية هذه مهمة ويجب أن لا تكون مجرد خبر في الأخبار. الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا أو بين الشرق والغرب أو حتى تدخل الولايات المتحدة سببها أسباب عديدة، لكن من ضمنها وجود جيوب روسية لمواطنين يتحدثون أو من أصول روسية داخل أوكرانيا. الأمر الثاني هو محاولة دخول أو قبول الناتو لدخول أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي، فهذا بالنسبة لروسيا أو بالنسبة للرئيس الروسي بوتين هذا خط أحمر. الرد كان من الرئيس الأمريكي بأنه لن يعترف بأي خطوط حمراء في أوكرانيا، ويقصد منع أوكرانيا من دخول الناتو. الآن نأتي للمكالمة المنتظرة بينهم، أنا في تقديري أنها ستتضمن المزيد من التهديدات من طرف الناتو، وستتضمن أيضا التهدئة من جانب بوتين وإن كان ينوي على نوايا أخرى. اليد العليا حاليا أو اليد العليا في تقديري الآن هي لروسيا أكثر مما هي الحلف الناتو. الناتو ضعيف ولا أحتاج إلى أمثلة إلا خروجهم المنكسر من أفغانستان. اثنين، هناك ضغط الغاز الروسي اللي لو توقف لجمدت أوروبا. ثالثا، من عوامل القوة لروسيا في هذه الفترة ضعف الإجراءات المعلنة من حلف الناتو حتى الآن. يعني المتابع للقضية يستمع للمحللين اللي يميلون إلى الناتو أو قريبين من الناتو، فنسمع أن من ضمن الإجراءات اللي يقوم فيها الناتو حاليا التهديد بوقف روسيا بالشيطنة الإعلامية مثل المقابلات والضجة الإعلامية. اثنين، قالوا سنقوم بالمراقبة الاستخبارية لجمع المعلومات عن التحركات الروسية. ثلاثة، نحن على وشك أن نشن حرب سبرانية للتشويش على مراكز القيادة والسيطرة الروسية. ثلاثة أو أربعة، سنقوم بتسليح أوكرانيا زيادة. وهنا أتساءل كم المدة اللي تحتاجون حتى تسلحون أوكرانيا ضد هجوم وشيك أو حشد 100,000 رجل على الحدود. السبب الرابع أو الأسلوب الرابع اللي ينتهجونه أننا لن نتوقف عن استمرار التواصل مع موسكو لتخفيف حدة التوتر، ويدخل في ضمنها المكالمة المنتظرة لتهديد روسيا. فجميع الإجراءات اللي يقوم فيها الناتو في تقديري غير فاعلة، اليد العليا حاليا هي لبوتين وروسيا. نعم دكتور، حسب تحليلك ورأيك من يملك أوراق ضغط أكثر من الآخر حول هذا الصراع بين نقدر نسميه بين روسيا والغرب؟
كما قلت لك لا يمكن أن ننسى الاجتياح العراقي الغاشم لدولة الكويت، لذلك نعتبر أن اجتياح دولة لدولة جريمة في العرف الدولي، وحتى تقترف هذه الجريمة الدولية تحتاج إلى ثلاث أمور، تحتاج إلى الدافع، تحتاج إلى الفرصة، وتحتاج إلى عملية التملص من الإجراء اللي راح تقوم فيه. الآن بوتين يملك الدافع أو الموتيف. بوتين له سوابق في استقطاع أراضي من جواره. في 2008 إذا نتذكر قام باقتطاع جزء يسكنه الروس في جورجيا. في 2014 احتل القرم. الدافع الآخر أن لديه 100,000 رجل على الحدود يجرون مناورات وجاهزين للاختراق، ويملكون مدرعات روسية وقوة برية فتاكة. الآن الفرصة أو الأوبورتونيتي، الفرصة جاءت على طبق من ذهب، دعوة الناتو أوكرانيا للانضمام، تزويدها بأسلحة حديثة، وأيضا من داخل أوكرانيا هناك دعوات من قبل بعض المواطنين الأوكرانيين اللي ينتمون إلى أصول روسية. فلا يتبقى إلا شيء واحد وهو الذريعة، how to get away with it على قولتهم. فتبقى الذريعة بعد أن يقوم بما يقوم به، وهذه بالإمكان تبريرها بأي تبرير كما يفعل جميع الغزاة. الآن ما نتوقعه في تقديري أنا أن المكالمة ستظهر شيئين، إما أن تبرد القضية ويعود بوتين إلى بفك هذا الحشد، أو أن يقوم باحتلال دنباس. ودنباس منطقة يسكنها الكثير من الروس الأوكرانيين، موجودة في شرق أوكرانيا، فقد يكون هذا الاحتلال على الأقل حفظ لكرامته بعد الحشد اللي قام فيه، وتطوير عمله مثل ما احتل أجزاء من جورجيا وأجزاء من أو احتلال القرم. نعم دكتور، في نفس السياق برلين تعرب عن مخاوف جدية إزاء تحركات القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا. نقلت صحيفة الأهرام المصرية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية قوله إن برلين ترى أنه من المهم للغاية الآن أن تساهم روسيا في التهدئة والشفافية فيما يتعلق بأنشطتها العسكرية. وقال المتحدث إنه ينبغي تجنب الاستفزازات حتى لو كان من حق الدول تحريك قواتها في منطقتها الحدودية. إذن هنا نتحدث على قدوم حكومة ألمانية جديدة، هل سيكون التعامل مع روسيا مختلفا عن نهج ميركل السابق في تقديرك؟ هذه كلها جميعها تأتي في النقطتين اللي ذكرت، ومن ضمنها الفرصة. هذه فرصة أيضا لبوتين أن مع قدوم حكومة ألمانية جديدة هناك مشاعر ألمانية مختلطة أو مرتبكة جراء ما يجري بين بوتين وبايدن، أو بين أوكرانيا وروسيا، أو بين روسيا والناتو. لماذا؟ لأن أولا حكومة جديدة ومرتبكة كما قلنا، ولم تعد حكومة ميركل. اثنين، ضغط نوردم ستريم 2، يعني هذا الخط الغاز هو الذي يدفئ ألمانيا، فلا يمكن أن تفرط فيه وأن تدخل كمناوئ صريح لروسيا، وهذا ما جعلها مرتبكة. بدون شك التعامل مختلف عن نهج ميركل. ميركل كانت حازمة في الأمور الاستراتيجية المهمة، لم تكن تتردد. هذه الحكومة لم تستطع القيام بأمور أبسط من هذا، وكانت مرتبكة على أكثر مستوى، فلا يمكن أن تكون صامدة في وجه التهديد الروسي لأوكرانيا. نعم، أما صحيفة التايمز البريطانية مشاهدينا نشرت تقريرا قالت فيه إن مسلمي روهينجا يطالبون مدير شركة فيسبوك مارك زوكربيرج بتعويضات 150 مليار دولار، متهمين منصته الاجتماعية بتغذية الإبادة التي تعرضوا لها في ميانمار عام 2017. وأشارت في تقريرها إلى أن الضحايا اتهموا في دعوى قضائية ببريطانيا والولايات المتحدة بالتغاضي عن خطاب الكراهية الذي انتعش على المنصة الاجتماعية وقاد إلى مذابح لأهلهم. وجاء في الدعوى أن خوارزميات فيسبوك نشرت وضخمت خطاب الكراهية ضد مسلمي روهينجا الذين عاشوا في غرب ميانمار وعوملوا في داخل بلادهم بعنصرية واحتقار من الغالبية البوذية. حكم على زعيمة ميانمار السابقة أونغ سان سوتشي بالسجن لمدة 4 سنوات بعد إدانتها بالتحريض وانتهاك قيود كوفيد-19.
بعد محاكمة مغلقة، وحسب مجلة تايم فإن الحكم بالسجن يغطي فقط تهمة واحدة في سلسلة من التهم، والتي يمكن أن تشمل أونغ سان سو تشي التي أطيح بها في الأول من فبراير في انقلاب عسكري. يقول مراقبو حقوق الإنسان إن التهم الموجهة إلى أونغ سان سو تشي ما هي إلا تبرير خفي لإبقائها خلف القضوان. أما في صحيفة لوفيغارو الفرنسية تشن هجوما على ميليشيات فاغنر الروسية في مالي، وتقول إن مجموعة المرتزقة المقربة من الكرملين تخلط بين الحقيقي والزائف على وسائل التواصل الاجتماعي لتنفيذ عمليات التأثير في منطقة الساحل. وتضيف الصحيفة بعد سوريا وليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى يمكن أن تصبح مالي ساحة لعبهم التالية، ويخطط المجلس العسكري الحاكم في باماكو لاستدعاء خدمات فاغنر على الرغم من التحذيرات الدولية والفضائع والعنف الذي يرتكبه هؤلاء المرتزقة. في غضون ذلك تنسج الجماعة شبكتها على وسائل التواصل الاجتماعي لتجليد المؤيدين وزعزعة الاستقرار. إذن ما هو مصير النفوذ الفرنسي دكتور أمام انتشار مرتزقة فاغنر الروسية في مالي؟ يجب أن نلاحظ ونربط ما يجري أو ما تقوم به روسيا حاليا. هناك عنفوان روسي كما ذكرت قبل قليل في أوكرانيا، هناك توسع في أفريقيا. ما نراه هو أن الصحف الفرنسية الصحف تشن هجوم على ميليشيات فاغنر الروسية في مالي، فهي مجرد الصحف، بينما عمليا فاغنر الشركة الأمنية تشن هجوم فعلي مسلح على النفوذ الفرنسي في مالي، وقبله تحدثها في ليبيا وستخرجها من جميع أفريقيا. ما يجري هو خسارة فرنسية لمواقعها في أفريقيا وحلول روسيا ليس بذراعها العسكري لكن بالشكل الجديد من النوع الخامس من الحروب، وهو تدخل الشركات الأمنية. فما يتم من قبل فرنسا هو شيطنة التوسع الروسي على حساب فرنسا ووصفه بأنه عبر المرتزقة، وهنا يعني هنا تناقض. كيف يسمون مرتزقة ومن اخترع جيوش المرتزقة؟ وأول جيوش المرتزقة هي الفرقة الأجنبية الفرنسية، فلا يمكن أن تقوم بشيء ثم تتهم الآخرين به. فما يجري هو إخراج لفرنسا من أفريقيا من خلال الذراع الجديد لروسيا في قمة عنفوانها وهو الشركات الأمنية. نعم، صحيفة ليبراسيون دكتور وسادة مشاهدينا الفرنسية تتساءل كيف تتعامل الدول الأوروبية مع الموجة الخامسة من كوفيد في المدارس؟ تواجه أوروبا موجة خامسة من الوباء والمتحور أوميكرون الذي تم اكتشافه في جنوب أفريقيا ووصوله إلى القارة القديمة، وعلى الرغم من التطعيم وحقن الجرعة المعززة إلا أن العديد من الدول تشدد الخناق وتفرض قيودا إضافية خاصة في المدارس. في الأسابيع الأخيرة ارتفع معدل الإصابة بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و10 سنوات في جميع أنحاء أوروبا. ألمانيا تطوي فصل أنجيلا ميركل وتفتح صفحة أولاف شولتز، العنوان بصحيفة الشرق الأوسط التي تشير إلى أنه بعد غد الأربعاء فينتهي فصل طويل من تاريخ ألمانيا المعاصر مع انتخاب مجلس النواب الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتز مستشارا للبلاد، طاويا صفحة حكم أنجيلا ميركل الذي استمر 16 عاما. على خط موازن تعتزم وزيرة الخارجية المقبلة أنالينا بيربوك تبني خط أكثر تشددا حيال الأنظمة الاستبدادية على غرار الصين وروسيا حسب تعبير الصحيفة، لكن سينبغي على الحكومة المقبلة أن تركز فور تشكلها على أكبر تحدي لها وهو إدارة الموجة الجديدة من تفشي وباء كوفيد-19 التي تشهدها ألمانيا بشكل خاص. إذن هنا دكتور، ميركل نجحت في معالجة كثير من الملفات الشائكة وقادت أوروبا خلال توليها للسلطة، كيف ستكون مرحلة ما بعد الميركلية إن صحت تسميتها؟ شولتز في رصيد الرجل خبرة كبيرة في مناصب الحكومية، لا ننسى أنه في آن واحد كان خصم السياسي لميركل، أيضا كان نائبة في المستشارية ووزير مالية في حكومتها. الرجل تبوأ مناصب حكومية كثيرة، هو رجل دولة لكن يفتقد إلى الكاريزما، يفتقد إلى القبول من الشعب، حتى أنه مستهان من الصحف الألمانية
وبعض الصحف تحاملت عليه ووصفته بأنه نسخة متحورة من المستشارة الألمانية. الرجل يركز على قضايا تختلف عن اللي كانت تركز عليها ميركل، يركز على البيئة والهجرة وإن كان هذا نهج حزبه. أيضا لاحظنا مؤخرا أنه عاد إلى ما كانت تهتم به ميركل من زيادة السيادة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي والدفاع بشكل أفضل عن المصالح الأوروبية المشتركة. فكما قلت، ما يعوز الرجل هو الكاريزما، لكنه رجل دولة من طراز أحلته لأن يكون نائب المستشارة طوال سنوات. نعم، صحيفة الشروق المصرية تناولت تراجع مبيعات الأسلحة لأكبر 9 شركات روسية خلافا لغيرها من الشركات العالمية، ونقلت عن تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن مبيعات الأسلحة لأكبر 9 شركات روسية في عام 2020 تراجعت مقارنة بالعام 2019، فيما ارتفعت مبيعات أكبر 100 شركة للأسلحة في العالم العام الماضي رغم جائحة فيروس كورونا. ضمن العناوين المثيرة مشاهدينا، كتبت القدس بعد نصف قرن سيدة تعثر على خاتمها المفقود، وتقول في التفاصيل أن السيدة اسكتلندية عثرت مؤخرا على خاتم زواجها الذي فقدته قبل 50 عاما مستعينة بجهاز كشف المعادن، واستعانت ماكس وين بدونالد ماكيفي الذي يبحث عن المعادن كنوع من الهواية للعثور على خاتمها الذي أضاعته قبل 50 عاما بينما كانت تجمع البطاطا في أحد المزارع. مشاهدينا، وصلنا وإياكم إلى مقال اليوم، لكن بعد هذا الفاصل. ما قال اليوم من صحيفة الدستور: الحكومات ما بين الرقمي والإلكتروني. استعرض فيه كاتبه عادل القطاونة بعض محطات تحول دول في العالم إلى الحكومات الرقمية، وقال إن مفهوم الحكومة الإلكترونية ظهر في العديد من الدول كخيار استراتيجي من أجل تحسن جودة الخدمات الحكومية، وكان للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا السبق في استخدام الحكومة الإلكترونية، وتوالت الدول بعدها تباعا في تطبيق الحكومة الإلكترونية، واتسع هذا التطبيق على نطاق واسع في السنوات الأخيرة في العديد من الدول العربية من أجل تمكين وتسريع التحول من الإلكتروني إلى الرقمي والوصول إلى حكومات رقمية استباقية ومبادرة وقادرة على تقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية. لقد تخطت بعض دول العالم الحديث عن الحكومة الإلكترونية لتنتقل في فكرها المتقدم إلى الحكومة الرقمية وصولا إلى الحكومة الذكية من أجل الاستثمار الأمثل عبر الاقتراب أكثر من المواطن من جهة، والتفاعل المباشر والمتزامن مع البيانات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية من جهة أخرى. مشاهدينا، إلى الكاريكاتير بعد هذا الفاصل. كاريكاتير اليوم مشاهدينا نطالعه مع ضيفي المحلل والأكاديمي دكتور ظافر العجمي، وتعليقك حول هذا الكاريكاتير من الشرق الأوسط. كاريكاتير معبر، له ميزة السهل الممتنع. أنا في تقديري الحل بين أوكرانيا وروسيا بأن ينزلون المسدس على الطاولة وينتهي الأمر، التراجع عن الانضمام للناتو وانتظار تراجع الحشود الروسية، وإن كان هذا فيه كسر هيبة لطرف وإعلاء شأن لطرف ثاني، لكن إذا أرادوا السلام فيجب أن يتجرعوا مرارة القرارات الصعبة. نعم، بهذا الكاريكاتير وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. ما يسعني أن أشكر ضيفي الدكتور ظافر العجمي، شكرا جزيلا لك دكتور. سلام. شكرا موصول لكم مشاهدينا لطيب المتابعة، نلقاكم غدا في نفس التوقيت، في أمان الله.